السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفهمك بقى ان شاء الله عن الفرق ما بين السحالي والمكرونة، سمك المكرونة والسحالي. بص حضرتك، دي مكرونة وده دي سحالي. السحالي دي الذكر بتاع المكرونة، هي المكرونة دي اللي بتبقى حلوة في الاكل، مبيبقاش فيها شوك كتير. انما السحالي اللي هو ذكر المكرونة بيبقى فيه شوك كتير وبيبقى زفر شوية، ده الذكر بتاعه. دي سحالي ودي مكرونة. المكرونة بتبقى ضهرها ملس كده وقشرها بيبقى ضعيف او من غير قشر، انما السحالي هتلاقي القشر بتاعها موجود فيها بس وماسك او خشن اهو شوية، ودي بتلاقيها بتلمع، ضهرها بيلمع زي الفضة، دي ما بتلمعش. طبعا هي مش باينة في الفيديو قوي لان هم قريبين من بعض جدا، اللي بيحصل فيهم غش. وانا قلت ايه، افهمك الفرق بين السحالي وما بين المكرونة البلدي، في فرق سعر كبير طبعا ما بين دي وما بين دي. ومتشكرين منكم ويا رب اكون فدتكم، انتظروني.